ما كبيرة. اوكي يا شباب، قبل ما نبدأ المقطع لا تنسى تصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. مكمل رجع بالفيس كام، وهنعمل النهاردة مقطع اسطوري، مقطع الايرون جول مش شورتي ومكامل الحرامي. اول مرة تشوفه مكامل الحرامي. اوكي يا شباب، فاتمنى قبل ما يبدأ المقطع بس تدعمنا باحلى لايك. بص اللايك هتلاقيه عامل كده، انت المفروض تخليه عامل كده وبس، يبقى لونه ازرق بقى، مش هيبقى لونه كده، يبقى لونه ازرق تمام. وبعد كده هتروح على كلمه اشتراك او سبسكرايب هتلاقي لونه احمر، بعد كده تتك عليها وتفعل زر الاشعارات عشان نوصل نص مليون، ونبدا نعمل رياكت على فيديوهات وحاجات جميله وفيديوهات جميله ان شاء الله باذن الله. انا برقص زي ستي كده ليه؟ وبس اتمنى تستمتعوا بالمقطع الجديد دوت، وفكره جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم، وبس استمتعوا. الله يا شباب، خلاص جينا البلده الجديده، البلده اللي معرفش عنها اي حاجه. يلا يا ستورم جاهز؟ انت رحت فين؟ تعال انزل هنا، نازل اهو، استنى بعمل. لا 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 ما تخافش، ولا ما تخافش ما تخافش. بس الحمد لله يا شباب وصلنا، واخيرا البلده اللي هنبدا فيها السرقه يا شباب، البلده اللي مليانه. ايه ده سحس؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا كنت في شنطة الطيارة يا كلبي. شفت غفلنا ازاي يا ستورم؟ انا ايه اللي ارميه؟ انا ايه اللي ارميه في اي زبالة؟ انت ما بتسمعش الكلام. لا يا عم ما اقدرش ارميه برضه، اما صلح له رجله الناس خلاص هتوصل مقطع 40,000 لايك يا عم. انا اوصل له رجله. صلحش ده يا اسطى، ده ما يصلحش. لا بيتصلح ان شاء الله، هنلاقي له دكتور. اوكي يا شباب، طبعا احنا جينا المدينه اللي هنقدر نسرق منها. احنا دلوقتي جينا من فلوريدا يا شباب، وكان معانا الطيارتين دولت، سرقناهم من مطار فلوريدا وجينا هنا يا شباب. انا وستورم وسحس كان مستخبي في الشنطه الاير الفار يا شباب، الفار البندق دوت. النهارده بقى دلوقتي هنخش نجيب الشنط بتاعتنا ستورم، وبعد كده هنطلع على المكان نبدا نسرق بيت بيت. شنط ايه؟ مفيش شنط. احمي، انا مفكر نفسي لسه جاي من المطار بجد. المهم اللي احنا نروح دلوقتي. لا لا لا، ما احنا ساعة ما كنا بنهرب يا عم كان في بوليس ودنيا زرقاء، ما لقيناش تبع الشنطة. كان علينا خمس نجوم يا شباب زي جتا بالظبط، لو كانوا قفشونا كانوا عملوا معانا الجلاشة. دلوقتي بقى اللي طيارة فين؟ لا ده هرم هرم في الهواء. لا بقول لك ايه، ما تخيلنيش، انا خايف جدا البوليس لو قفشنا، بص على طول خمس سنين سجن. فاحنا دلوقتي اللي نعمله ان احنا نروح دلوقتي نستقر في بيت كده حلو وننام نستريح، وبكره نسرق يا اما بنك يا اما بيت وسيده عجوزه يا اما بيت راجل عجوز كده، فاهم؟ طب ماشي يلا يلا بينا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. ايوه لازم تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما تسرق. قبل ما اي حد، لا يا شباب، هو حد يسرق السرقه حرام، ما فيش حد يسرق يا شباب الا احنا، احنا بنمثل فاحنا نسرق عادي، انما لو انت قاعد بتتفرج على المقطع دلوقتي هتجيب شوكولاته وفشار وتقعد تتفرج على المقطع وخلاص. بس يا شباب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك ايه يا عم، احنا لسه هنشتري ونأجر بيت، تعال نسرق البيت ده على طول ونقعد فيه. يلا تعال البيت ده يلا. ايه ده يا عم سبايدر مان هنا يا عم؟ انت اللي جايبها، جايبها منين هنا ليه انت؟ صح يا واد، انا شفت سبايدر وسبايدره هنا. اسمع يا عم تعالى تعالى نطلع فوق، ولا لا ده بطل خارق يا عم ممكن يجيبنا. يا الله، طب هنغير البيت ولا هنعمل ايه؟ هو مش هينفع. ده في بنك؟ لا لا لا، ده احنا ناخد البيت ده بقى عشان يبقى بيتنا قدام البنك على طول. يا عشان نخطط، عشان نخطط. خش يلا يلا، تعالى 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 شباب. سيحس ده شكله هيفتن علينا. سيحس سيحس، شو انت بتحبنا؟ وهنجيب لك هنجيب لك يا عم، بص لو انت كده بقيت كويس هنجيب لك جبنه رومي. ماشي ماشي يلا. اوكي يا شباب يلا المكان هو يا شباب. ده يا عم البيت ده زوم معفن قوي يا عم. احنا ان شاء الله نعمل الفلوس اللي هنسرقها ديت هنجيب بيها فيلا، ايه رايك؟ ماشي. اسمع بقى، انا دلوقتي انا هيبقى عليا الادوات تمام، انا اللي هجيب الادوات اللي هنسرق بيها، انت اللي عليك. احنا بنخطط دلوقتي يعني، هو لازم نبقى يا عم انا اقفلك على سله الزباله اهو. المهم بص لي بص لي كده، بص لي انت، بص تحت ليه؟ بص لي اللي احنا نعمل. انت شكلك عامل كده تحول يا لا. انا افتكرتك اللي تحت ده. لا ايه ده يا كلب، فكرني الزباله. طب اوكي يا شباب، طبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين البنك ملوش غير مخرج واحد ومدخل واحد. يبقى بتعمل ايه يا ستورم؟ ايه عايز ايه؟ ستورم انا هقول لك فخ على الكلام ده. تقول لي مين تسكت خالص. خلاص الشباب اللي ما يعرفش ان ستورم بيحب خوخه. خلاص يا عم افضحك. طب ما في سمسمه في الموضوع. لا سمسمه مراتي يا حبيبي، انت مش متجوز خوخه. كانت موجوده في السيرفر الصبح وكنت بسلم عليها سمسمه، مش اللي جنبها خوخه. اوكي يا شباب اوكي يا شباب، طبعا دلوقتي بص بقى، انت تخش من الباب الامامي وانا ادخل بتكسير من الباب الخلفي، انت هتلهيهم وانا اسرق البنك من ورا تمام. كل انت بتبص لي وانت احول لا ماشي. انا هعمل ايه يعني؟ ما انا ببص على البنك براقبه. ماشي طيب تمام يلا بقى نام، رايح بقى يا سحس بقى دلوقتي. بقول لك يا سحس خش في الزباله دي يا سحس، خش خش كل فيها اكل. يلا يلا امشي امشي يا سحس. سحس انت مروش يا سحس،
رايح فين يا زلمه؟ ماله ده؟ مش عارف انا هطفي المروحه يا عم عشان الجو ساقع. يلا شكل موضوع رجله مقصره على دماغه ولا حاجه مش عارف تقريبا. يلا يلا ننام يلا. صباح الخير، يوم جديد بقى. والنهارده يا ابو السحاسيح يوم سرقه البنك يا شباب. طب اسمعوا بقى دلوقتي بقى عشان ان شاء الله باذن الله نسرق البنك. استور استورم يا ستورم، انت رحت فين يا ستورم؟ انت فين يا ستورم؟ انا اهو تعال. انت هو انت في الزباله يا ابني؟ انا مش لاقيك في الزباله، انت فين؟ البيت ايه يا ابن ال... يا تنزل تحت يا ايه ده انت تحت؟ والله ما اعرف، افتكرتك في الزباله اللي جنب. ايه ده انت قاعد هنا؟ ايه يا اسطى؟ طب انت كنت قاعد بتعمل ايه؟ بتخطط لايه انت؟ ها دماغك كانت مشغوله في ايه؟ بص دلوقتي انا مش عارفين هنعمل ايه بصراحه، بس خطه مبدئيه يعني. تعال بص، اللي عرفته ان في ايرون جولم جوه، تمام، انت عارفه بضربتين بيموت. ايوه ايوه ماشي. فانت احفر واطلع من وراه او من البنك من ورا وانا هلهيه. ماشي. وسحس سحس في اي زباله ارميه في اي حته. سحس خليك هنا يا سحس وما تجيش معانا عشان لو جرالنا اي حاجه انت ما جرالكش حاجه. انت يا كيوت يا معفن يا زباله. مؤاخذه شباب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قبل إيه ما نسرق ده؟ ايه الصوت ده؟ ده شكله ضرب نار. انا خايف يا عم لا يكون الحكومه. سلام سلام. انا اطلع انام، انا ماليش دعوه. لا انا الخلان حرامي. طب تعالى السرقه. انا واحد خريج هندسه شغال حرامي. خليك هندسه يا شباب مش شغال حرامي. يلا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بعدين بقى الفر لازق في وشي. المهم ستورم الموسيقى تشغيل. عايز انا يا ابني في ضرب نار والله. استنى مفيش حد، مفيش حد يا عم. يلا بس انت الموسيقى تشغيل. يا ابني ما تبعد عني. انا اخش انا. ماشي بسم الله. السلام عليكم حاج ايرون جولم، كيف الحال؟ اوه السلام. مناخيرك دي؟ تبيعها؟ لا تعس 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 تعس. ما تبيع يا ابني، اسمع الكلام يا ابني. انت ليه لبسك كده؟ معلش انا لبسي. لا لا ما تاخدش في بالك، ده نيو لوك. تعال بص في حاجه بره. بص تعال بص الورد حرام. ايه بص الورد ده عامل ازاي؟ ماله ده؟ ايه رايك؟ حلو. الحسيح سحس. شوف ال تعالى بص بص. صحيح في ناس قاعده هناك بتخطط لتسرق البنك، روح اجري شوفهم. هم انا خلي بالي من البنك هنا. لا هو ايه اللي تخلي بالك من البنك؟ انت شكلك حرام. انا هقف هنا. حرامي انت شايفني؟ صح حرام. ماشي ولا هضربك بالسلاح؟ لا تضربنيش بسلاح. تضربني سلاح ليه؟ انت ليك عندي عشان تضربني. انت ليك عندي عشان تضربني يا ابو مراخير انت. اوكي اوكي يا شباب اوكي. قربت اخلص. اخلص يا محمود، اخلص يا محمود. ماشي ماشي استنى. حول حول. لا 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 ده في واحد في المنطاد فوق يا محمود. في المنطاد اخلص. ولا تعال هنا. بس بس يلا حرامي. يلا حرامي. يلا 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 ستورم ستورم. تعال اهرب، تعال بالطياره ستورم. لا 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 بيضرب بالنار الايرون جورم الشورت يا شباب. لا 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 اجري اجري. انت مالك يا ابني؟ يا الله يا الله يا شباب. اجري 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 بسرعه. تعال تعال المطار. وتعال تعال. جبت حصتي. بص حسطي. انا معايا فلوس تكفينا وتغدينا وتجوز اخوخه كمان. يلا يا شباب يلا 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 يلا. دلوقتي انا عايز اتجوز اخوخه بصراحه عشان حلوه. يا الله يا الله يا اخت يا رب. بتاعتنا بقت عامله كده ليه؟ يا الله عريس باكر اللي انا حطيته ما كانش وقته خالص. يلا يا شباب شوفوا شوفوا هو وصلنا الطيارات. لا ازاي دلوقتي يا عم؟ لا هي شغاله ان شاء الله، بس انا مش عارف شكلها بقى عامل كده ليه. يلا يلا يلا. رجلي سحس ورا بتعمل ايه؟ رجلي. بقول لك يا محمود. نعم. ايه يا ستورم في ايه؟ هزورني في اللي هعمله ده. هتعمل ايه تاني؟ ايه يا ستورم القرف ده يا عم؟ وعشان بطني بطني قلبه يا عم. بطني قلبه اعمل لك ايه انا يا عم؟ وعشان المحل بتاع انا اقدر في حد قاعد بيتفرج علينا دلوقتي بياكل. انت بتخلي سحس هو بيطبخ لنا. متوقع ايه من فار بيطبخ لنا؟ هنعمل فيه ايه؟ اكل جيز يا جماعه، احلى صوابع فران في الدنيا. يا الله يا الله على ام صوابع الفران. انت بتعملها لنا كل يوم. انت بتذبح اولاد عمك ليه يا ابني؟ انت عبيط. ما لهمش فايده في الدنيا والله. طيب بقول لك كيسك من القرف ده. ايه بص تعال جاي اهو. شايف البيت اللي هناك ده؟ انا اللي هو على الشمال ده. ما هو ده هي واحد قدام مش فاكر انهي بالظبط، بس هنعرف بعدين. ماشي. المهم في ست عجوزه عايشه فيه، ورثه عن جوزها اللي مات فلوس الدنيا والاخره. ماشي ماشي ماشي. انا عايز اسرق الكلام ده. ماشي بس بالنص. ما بالنص اكيد. ما انت هتبقى معايا. انت ما اديتنيش حقي، ما اديتنيش حقي في البنك. ها يا عم بص هديك يا عم دلوقتي تلاتة. ماشي ماشي ماشي. ده ما تجيش ربع 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 حقي اصلا. خلاص اهو كده عشان بس نبقى خالصين اهو. حاجة تاني كده نص حقي خلاص. ماشي خلي الباقي معاك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انت عارف البيت يعني ولا هنسأل ولا هنعمل؟ في حرامية بيسألوا على البيت اللي هيسرقوه انت كمان. اما عادي يجي مشكلة يعني. طب يلا بسم الله الرحمن الرحيم.
يا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ فتحيه؟ اسمها البريه. البريه يا البريه. ولا تعالى نسال اي حد هنا في القريه يا عم. يا السلام عليكم، مفيش حد هنا. يا الله ايه ده، يعني انت جاي عند بيت الفقير وتسال؟ طب هنسال عند مين؟ طيب ما احنا عايزين الحاجه البريه ديت عشان نسرقها. بقولك في بيت مفتوح، الباب مفتوح اهو. هو شكل البيت ده صح؟ اه في شيست جوه. استنى استنى، تعالى 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 بسرعه بسرعه، تعالى سحس. بص بص في ايه جوه؟ في شيست اهو شفته. بس استنى بقى، مش هندخل دلوقتي، خليك ذكي. بالليل 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 وهي تكون موجوده عشان لما نيجي نسرق في الوقت المناسب. عندها كوارع، عندها كوارع. يا الله يا شباب، دي لابسه حاجات كده. ده بتعيدني الدهب بتاعها. طب اسمع، انت هتخش تقول لا، انت بتروح فين؟ جاي. طب تعالى خد، تطبخ ابن عمي جوه. تطبخ ابن عمك انت كمان؟ هي بتاكل فرندي ناس نظيفه. اسمع بس اللي هيحصل دلوقتي. طبعا ده يا شباب بيتنا اللي اشتريناه بعد ما بقينا اغنياء وعندنا بدل المروحه اتنين يا شباب. طيب اللي هنعمله دلوقتي ان انا وستورم هنشوف الخطه اللي هنعملها وهنسرق الولايه دي ازاي. اول حاجه يا ستورم، احنا اللحم. انت بتعمل ايه يا ستورم؟ بعدي الفلوس. بتعد فلوس زي هتعد فلوس ورايا؟ خلاص انا يلا. اوكي طيب يا شباب، اللي هنعمله دلوقتي الخطه كالاتي. ستورم انت هتروح للحاجه دي تقول لها عايز اتجوزك. هي قد امك بس ماشي. معلش معلش معلش، هتقول كده عشان خاطر بس بتاعتك. عندها سنان. ما هي ما عندناش سنان. معلش بس انت هتعمل كده وتجيب لها ورده، هكون انا دخلت من ورا وحاولت اني اسرق الحاجه اللي معاها. تمام يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خليك انا اروح عليها الاول. ماشي روح انت عليها الاول. حق البريه، اي لاف يو سو ماتش. تعالى هنا خد. استنى يا عم ما اجيب الادوات يا عم. استنى. ايوه يا شباب كله كده تمام. الله عليك يا ام كامل. يلا نشوف استور ما عمل ايه دلوقتي. اهي خرجت له يا حجه اهو. بسم الله. يلا استور يا حق. اي لاف يو سو ماتش. ايوه ايوه تعالى تعالى. اي لاف يو سو ماتش يا حجه. لا 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 تعالى تعالى تعالى. انا مش حاجات تبع دي، انت بتفوزني ليه؟ تعال بس نتجوز. تعال تعال اعزمك في ماكدونالدز. اعزمك في ماكدونالدز وبعد كده نقرر نتجوز ولا لا. ماشي انا صار لي سنين ما حد كبلني. تعال بس ده انا اوريك حاجات حلوه. تعال في ما هنا وراك ودبابيس. واو تعال شوف يا ساحس ساحس. هتكلم في التليفون ماشي. انا عايز فلوس. موت. يلا يا ساحس يلا يا عسل. ايه هول. خلصت خلصت. يلا طب يلا يلا شوفوا شكلها موري فاول. يلا يا شباب هاتي بوس. ايه ده بس خلصت. يلا خلصت. انت فين؟ موري في داهيه بقى، مش عايز منك حاجه. يلا 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 ستورم. يلا ستورم. يلا انت جوزي. تعال جوزك ايه يا حاجه؟ جوزك ايه يا حاجه؟ ده احنا كنا بنهزر معاك. الحق الشورت. يلا لا 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 خلاص خلاص خلاص. انا واقف انا واقف اهو اهو اهو. انا واقف انا واقف اهو. مش 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 هتحرك. ده سرق فلوسي يا عم الشرطة. لا لا ما سرقتش حاجة. الحقني يا ستور. ستور فلوسي. لا 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 هموت هموت هموت. الحقني الحقني. امشي ورايا امشي ورايا. حاضر حاضر حاضر. انتوا الاثنين يا الله يا الله يا شباب. يا الله محمود بموته بالسيف. اموته بالسيف ما بيموتش. ده انت جاي معانا ليه يا حاجه؟ انا عايز اتشك. انا عايز اتشك عليك وعايز اتشك عليك. تتشك علينا؟ تعمل لنا محضر. يا الله يا شباب يا الله. بنعمل ايه طيب دلوقتي في المصيبه اللي احنا فيها؟ ستورم معاك السيف قوي. انا اللي انت السيف اللي معاك قوي. تخش عليه. يلا يلا اضرب. ما تضربش. تعال تعال خد اللي بيظهر ده. اللي بيظهر ده في حاجة غريب. اضرب خلاص والله. اضرب يا كلب. اضرب 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 اضرب. الله عليك. اجري اجري. بقول لك ايه، انا مش هسيب الولاية اللي بلغت علينا دي. هي فين؟ تعالى يا ولية. سيبها 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 سيبها. حرام عليك ولية كبيرة. لا لا مش هسيبها ولية كبيرة. انا بلغت عليكم. انت بلغتي علينا. تعالى يا حاجة والله. لا نعمل معاك نعمل معاك الكفتة. لا اضربوني ليه؟ تعالى يا حاجة هنعمل معاك الكفتة يا حاجة. انقذوني يا حاج. موتها موتها عشان دي ست كبيره مبينه رجليها. تعال تعال يا حاج بتبلغي علينا. تعالي واحنا هنسيبك. انا مش انا اضرب. الله عليك. اوكي يا شباب دلوقتي احنا حراميه وهنفضل حراميه يا شباب. لا الله يرحمك يا محمود كنت طيب والله، بس انت اللي علمتنا السرقه. الله طيب الله يرحمك. بس عشان شفت الفت استغفر الله العظيم. شفت ازاي ستورم؟ انت اللي كنت قايله من الاول فكره السرقه. انا قلت عليها مش عارف اكمل. لا لا غير في داهيه بقى نروح ناخد الفلوس بتاعه. سيبه يا عم. قلت له بلاش السرقه. قلت له بلاش السرقه. علمنا السرقه ومشي.
انا اللي هاخد فلوس. انا اللي هاخد فلوس. لا انا اللي هاخد. ايه انت تمام؟ ايه بروح فين؟ مش عايز ولا خد خد يا انت هنا ابو شكلك. اوكي يا شباب ولينا كنا وصلت المقطع. اتمنى اتمنى يكون المقطع رجل الفار اللي شوفوا رجلي ازاي تحت يا شباب. لو وصلت المقطع 40,000 لايك هنصلحها. اوكي يلا يا شباب اهي بصوا اهي شايفينها اهي. الدكاتره كلها عارفانين مين مصر. والله الدكاتره فعلا مش لاقيين لها حل بس ماشي. اوكي يا شباب اتمنى توصل المقطع ده اكبر عدد لايكات. عايزين نوصل المقطع ده 40,000 لايك. طبعا فكره مقطع النهارده انك مش يعني مش كل حاجه دايمه وما الدنيا الا فناء. يعني انت مش هتاخد اي حاجه من الدنيا ولا هتاخد منها مال ولا هتاخد منها حبيبتك ولا هتاخد منها اي حاجه. كلها هتاخده من الدنيا هو بس اعمالك او حسناتك او على حسب سيئاتك. كل حاجه ربنا يحسبها لك. فانت اللي اعمله اعمل لدنيتك واعمل قصدي لا بقوله اعمل لاخرتك احسن ما تعمل لدنيتك. وبس شكرا لكم على شفت المقطع. اتمنى يكون مقطع احلى لايك وشير سبسكرايب. هو اللي موتك صح زي ما انت بتعملها فيه. وبس سا 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 سا. سلام 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 س